السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن نبتة زينة جميلة ورائعة يرغب بها محبي نباتات الزينة وتدعى الشمشار أو جابانيكا أو المرجان أو المضاد الياباني إينوموس جابانيكاس. الشكل الخارجي لهذه النبتة نبتة ورقية لا يتجاوز ارتفاعها المتر، دائمة الخضرة. في الحقيقة أنواعها كثيرة وهي من فصيلة كبيرة، وهناك منها الياباني والأسترالي والأوروبي، وهي أنواع منها المخطط بالأبيض أو المخطط بالأصفر أو الأخضر الناصع. هاي اللي أمامكم شوفوها، هذا الأخضر الناصع. نبتة زينة جميلة ومتحملة، شوفوها أمامكم. بما يخص ري هذه النبتة، يعني تروى هذه النبتة بعد أن ترى تربتها تجف، يعني الري المستمر يؤثر عليها ويفسد جذورها ويخرب النبتة. ارتفاعها يعني أقصى ارتفاع لهذه النبتة يعني لا يتجاوز المتر. ممكن زراعتها في السندان الأصيص، أشوفه أنا قدامكم زرعها بالسندانة، وممكن أيضا زراعتها في التربة مباشرة، حيث ممكن أن يكون منها سياج جميل. أما بما يخص تكاثر هذه النبتة فيتم عن طريق العقل، يعني تأخذ لك عقلة من 5 إلى 7 سنتيم، يعني خلينا نشوف هاي قدامكم من 5 إلى 7 سنتيم. هاي منها تقصها، تقشر الأوراق وتزرعها في تربة مناسبة، وأفضل تربة لها هي البتموس. هذا فيما يخص الزراعة الجديدة. وعن طريق استخدام مجذر الأقلام، يعني ضروري استخدامه حتى تنجح عملية الاستزراع. يعني هذه النبتة قوية تتحمل الإصابات الحشرية، وهي نبتة زينة بنفس الوقت، وأيضا ممكن تسميدها بسماد NPK، يعني شهريا أو كل شهرين أو حتى 3 أشهر. أوراقها مسننة، هاي شوفوا أمامكم أوراقها مسننة، وهي أنواع كثيرة. يعني هاي النوعية اللي أمامكم هي النوعية اليابانية اللي تكون خضرة، اللي اسمها إيونوموس جابونيكا، وهي كلها شمشار، هي والأسترالية واليابانية. هاي قدامكم شوفوها، هاي أوراقها صغيرة، أوراقها متقابلة، ورقة مقابل ورقة. وهذه الشجرة في موطنها اللي تتوفر لها الظروف الملائمة لها باعتبار موطنها حتى تزهر، ممكن أن تزهر، لكن احنا هنا عندنا لحد الآن يعني ما شفت وحدة مزهرة. العناية بها سهلة، هي متحملة ما تحتاج ديش العناية. أفضل شيء أنه تعتني بالسقي مالتها، يعني كل ما شاهد تربتها تجف تسقيها. عندما تتأخر عن سقيها، يعني شاهد أوراقها شلون النايمة أو الذابلة، اسقيها. هاي كل المعلومات عن هذه النبتة.
تحياتي لكم، سعد كامل.